السبوره جاهز ان شاء الله. يلا بينا نبتدي بنعم ولا. ما تفكرش كتير، انا عايز اجابات سريعه. لم اكن اتوقع الرحيل عن الزمالك، نعم ام لا؟ نعم. نعم. مكافاه التزامي في الزمالك كانت رحيلي، نعم ام لا؟ يعني مش هقول نعم، بس انا فعلا كنت ملتزم جدا في الزمالك والله، وربنا اللي يعلم يعني. بس انا ما كنتش متوقع ان انا امشي، بس الحمد لله رب العالمين، ده نصيب الحمد لله يعني. وانا مبسوط طبعا بوجودي في المقصه طبعا. صحيح. اللي بعده، الاهلي سيحقق لقب الدوري هذا الموسم، نعم ام لا؟ ولسه بدري. لسه بدري. لا لسه بدري. هل هو الاقرب ولا لسه كله الاقرب؟ لا لسه بدري. لسه كله الاقرب. كله الاقرب. اللي بعده، كان هناك لاعبين في الزمالك يشاركون على حساب لاعبين افضل منهم، نعم ام لا؟ مش في كل الحالات. مع مدربين بعينهم يعني تقصد؟ يعني شويه. الاجانب ولا المصريين؟ لا مصريين. مع مصريين؟ انت قلت اتنين مصريين يبقى انا عرفت. لا مين ما انت قلت اتنين مصريين كويسين، يبقى مش حد بعينه. لا يبقى ما خلاص بقى، خلاص انا عرفت والناس عرفت. اللي بعده، ماشي. عماد سليمان قادر على تخطي انجازات ايهاب جلال مع مصر المقاصه، نعم ام لا؟ زي ما قلت لحضرتك كابتن، مدارسها واحده، وكابتن ايهاب مدرب كبير طبعا، وده صح فضل كبير عليا انا كحسني بالذات. ان شاء الله احنا يعني بنامل انه ان شاء الله يعمل حاجه اكبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اللي بعده، رحيل مؤمن سليمان عن مصر المقاصه تاخر كثيرا؟ لا 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 عادي، هو زي ما قلت لحضرتك سوء توفيق. سوء توفيق لا يقلل من قيمه الكابتن مؤمن مدرب كبير. اللي بعده، شيكابالا اختار الطريق الصحيح بالرحيل عن الزمالك، نعم. نعم ليه؟ كابتن شيكابالا كان عليه ضغوط غير عاديه في نادي الزمالك، يعني لو احنا علينا ضغوط كلاعيبه في النادي كان هو عليه الضعف. ضعف. الضعف على طول. اللي بعده، سأعود للزمالك اذا طلبني مره اخرى. بموافقه المقصه طبعا، نعم. بموافقه المقصه طبعا. اللي بعده، افضل لاعب حاليا في مصر حسين الشحات، نعم. نعم بلا جدال. بلا جدال. تنصحه بايه؟ يكمل زي ما هو. يعني يفضل مركز في شغله، ما يتابعش اعلام. ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه يعني، ممكن ربنا يكرمه بيحترف بره ان شاء الله باذن الله. كوبر مدرب ناجح وعادل في اختياراته؟ هو مدرب ناجح. حته عادل في اختياراته دي، هو ليه برضو بالبلدي كده، ليه رجالته. ليه رجالته؟ ليه رجالته. ده معناه انه عادل ولا مش عارف؟ هو ليه رجالته. همشيها لك ليه رجالته. ماشي، عشان بس ايه، هو ناجح طبعا 100%. الزياره الاولانيه هو ناجح طبعا، ما فيهاش جدال، دي ناجح بالارقام وكل حاجه. اللي بعده، انصح حسين الشحات بالانتقال للاهلي ولا الزمالك ولا الاحتراف الخارجي؟ الاحتراف الخارجي ده طبعا مبدئيا، الاهلي والزمالك دي رغبته اللي تحدد. ماشي، راجل ممايل ناحيه الاهلي براحته. افضل مدير فني تدربت تحت ولايته مين هو؟ لا انت بتحرجني كده. ممكن ترتبهم عادي. لا بلاش. بص، علشان اكل العيش قول الكابتن عماد سليمان رقم واحد عشان اخرجك منها اهو. التلاتة طبعا. ماشي خلاص، انا هعديها لك برضه. التلاتة بس مش هعدي لك تاني كده. صح، فضل عليا كبير جدا جدا. انا عديت لك اجابات كتير كده، اسئله كتير، انا عديت اسئله كتير اللي جاي مش هعدهولك. ماشي يلا اللي بعده. ابتعاد البطولات عن الزمالك كان بسبب ايه؟ الرئيس الزمالك ولا اللاعبين ولا الاجهزه الفنيه؟ الاستقرار عموما. الاستقرار عموما. ماشي، يبقى انت عايز تقول كله يعني بس كله بالبلدي. ماشي اللي بعده، افضل فريق بخلاف القطبين كان مين؟ مصر المقاصه ولا المصري ولا الاسماعيلي؟ مقاصه. مقاصه، مع احترامي طبعا للمصري والاسماعيلي. لاعب بيستحق الانضمام للمنتخب من وجهه نظرك، حسين الشحات ولا عمر السعيد ولا لعيب تاني ممكن تقول لنا على اسمه؟ الشحات. الشحات. وافضل محترف اجنبي لعبت معاه كان مين؟ ستانلي ولا انطوي ولا نانا بوكو؟ كان نانا بوكو. نانا بوكو. يعني كان، لان نانا لعبت معاه سنتين. نانا بوكو. هو موجود معاكم؟ جون لعيب جامد جدا. ومين تاني؟ كان مين تاني؟ جون لعيب جامد جدا، انما ستانلي. وستانلي برضه لعبت معاه موسم. لان المشكله في الموسم بتاع ستانلي زي ما قلت لحضرتك الظروف كلها كانت، الظروف كانت انما نانا لعب معايا موسمين كبار جدا. هو نانا معاكم في الفرقه؟ موجود. بس جون انطوي راكب اكتر. جون ما شاء الله يعني.
كابتن حسني، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا وجبتك النهارده النموذجيه، والحمد لله ما تقاش الا حلقه عدت على خير. ربنا يخليك يا كابتن ابراهيم، انا بشكر حضرتك جدا، وربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك. المقص هيبقى في المربع الذهبي زي ما كابتن عماد سيما كان بيتكلم معاك. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله قادرين تقدروا ان شاء الله باذن الله، كل تركيزنا في كده ان شاء الله. والبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه تليق بالشعب المصري عموما، وباذن الله بمصر المقصه ان شاء الله باذن الله. شرفتني ونورتني يعني. ربنا يخليك يا كابتن، اتمنى لك كل توفيق واتمنى لك كل تالق، لعيب مؤدب ومحترم. ربنا يخليك يا كابتن ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون ربنا يخلي حضرتك. شكرا جزيلا.